قاعدة رمادة في الجنوب التونسي، هل باتت مركزاً للعمليات التركية في ليبيا؟ وما تداعيات ذلك على تونس؟ عادت مجدداً في الأونة الأخيرة إلى الواجهة أنباء عن سماح تونس سراً لتركيا باستخدام قاعدة رمادة الجوية العسكرية جنوبي تونس كمنصة للتدخل العسكري التركي المتنامي في ليبيا. قاعدة رمادة تقع في أقصى الجنوب التونسي على مرمى حجر من الحدود الليبية. موقع القاعدة الاستراتيجي يتيح للطائرات العسكرية سهولة الوصول السريع لكامل الغرب الليبي. تحدثت الأنباء مؤخراً عن إقلاع الطائرات التركية من قاعدة رمادة. المصادر الرسمية في تونس نفت بشدة تلك الأنباء، لكن ذلك لم يمنع كثيرين من إثارة الشكوك حول المسألة. وإذا ما تأكدت هذه الأنباء فإنها تهدد بجر تونس إلى الصراع في ليبيا، رغم ما لذلك من تداعيات على بلد يعاني أصلاً من أزمات متفاقمة.